تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، مثل ما عودناكم هذا البرنامج مخصص لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. قبل ما نبدأ نرحب بفريق العمل معنا في إعداد هذه الحلقة، الزميل حسن البلاونة، في التنسيق ميرا الخفلي، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. طيب، ما نبتدي معاكم برنامجنا بالدراسة، ولكن قبل الدراسة نذكركم بأرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طيب، خلال هذه الساعة إن شاء الله يعني نستقبل العديد من الملاحظات والمداخلات من قبلكم، ولكن دراستنا اليوم في جامعة كونكورديا الكندية، دراسة سووها أشارت إلى أن الغضب قد يلحق أضرارا كبيرة بصحة المسنين الذين تجاوزوا سن 80 إلى حد قد يشكل خطرا على حياتهم. وذكر الباحثون أن الغضب يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بالالتهابات المرتبطة بحالات صحية مثل أمراض القلب، السرطان، والتهاب المفاصل. وقال كبير الباحثين الدكتور مان بارلو: أظهرت دراستنا بأن الغضب يمكن أن يؤدي إلى تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري لدى الأشخاص المسنين، الأمر الذي قد يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم. وقد أجريت الدراسة على 226 مسنا تتراوح أعمارهم بين 59 والثالثة 90 عاما من مدينة مونتريال، حيث تم إخضاعهم لاستفتاء حول مدى شعورهم بالغضب إضافة إلى جميع عينات دمهم لقياس الالتهابات لديهم. النتائج أظهرت بأن الأشخاص الذين تجاوزوا سن 80 تأثروا بشكل مباشر نتيجة مشاعر الغضب، ويعني بشكل جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وتدهورت حالتهم الصحية بشكل ملحوظ. وفقا للباحثة كارستن وورش، فإن الغضب اليومي كان مرتبطا بمستويات أعلى من الالتهابات والأمراض المزمنة لدى المسنين بشكل عام والأشخاص الذين تجاوزوا سن 80 بشكل خاص. الغضب يعني صفة ذميمة، كلنا نغضب يعني، لكن درجات الغضب هي تختلف. فالغضب يعني نزغة من نزغات الشيطان، وسبحان الله يعني بعد كل موجة غضب أكيد في مجموعة من السيئات والمصائب اللي يعني تسحب مثل الحلقة تسحبها وراها. فعشان شي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوصي صحابته بعدم الغضب في أكثر من موقف. في عندنا مكالمة ولا بعد الفاصل؟ لا بعد الفاصل، فقرة التغذية ولا مداخلة؟ تغذية بعد الفاصل بناخذها. طيب، الاستعادة من الشيطان الرجيم، هذه واحدة من أول الأمور اللي ممكن نحن يعني نسويها أثناء
حالة الغضب. اسكت، الواحد يسكت وقت الغضب، اسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم فليسكت. السكون بمعنى إذا يعني تتسيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب فليضطجع. شوف، هذه كلها رسائل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الغضب. ف وايد أمور، يعني وايد وصايا كانت في هذا المجال. يعني الواحد إذا بيذكر العديد من الأحاديث يعني في هذا المجال ما بيخلص في موضوع الغضب. وايد مواقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عنها. هذا مرض، يعني اللي نوبات الغضب عنده عالية، هذا مرض لازم يعالجه. ف سبحان الله، الواحد من يبتدي يزعل ويغضب حتى شكله شيء ما يكون جيد. كلنا نمر بهذه المراحل يعني، لكن هي أنت كيف تتعامل مع هذا الغضب. دائما يعني في بعض الخطوات الواحد يسويها أثناء الغضب، يعني بين الأشياء حاول تجنب أسباب الغضب. يعني أحيانا تجلس الميلس ويا الشباب وهذا، بتحصل هذا يتمسخر على هذا، واللي يستهزئ بهذا او يستهتر بهذا. المزاح اللي يعني يكون مو موضوع انه اوفر، بزايد عن حده. يعني هي المزحه متى ما تكون سيئه؟ لما الشخص اللي قدامك ما يتقبلها. يعني احيانا ممكن تمزح مع شخص بلسانك ويتقبلها منك، فهذه مزحه. زين، او تمزح مع واحد بديك حتى هذاك يتقبلها، فهذه مسحه، لان الاثنين يتقبلون من بعض. ولكن شخص ممكن تقول له كلمه انت ما تقصدها، كلمه عاديه، زين، هذاك ما يتقبلها منك. فهني لازم تعرف وين الحد اللي ممكن تمزح فيه مع ربعك ولا الناس اللي حواليك. فهذه من الشغلات اللي الواحد لازم ينتبه لها. يعني حاول قد ما تقدر انك انت ما تستهزئ بالناس، ما تسخر من الناس، لان هذه هني يدخل الشيطان. ويقول لك النوم بعد والراحة هذه بعد تقلل من الغضب. فشفت انت اذا كنت واقف مثلا ايلس، كنت جالس انسدح، فشي تهدى. وايد اشياء والله، لان بالفعل عواقب الغضب كثيرة وخطيرة على الصحة النفسية وايضا على الصحة البدنية. يعني اليوم لما اقرا هذه الدراسة، فبعد سن الثمانين يعني ممكن تأثر عليهم بشكل كبير عند كبار السن، يعني ممكن تؤدي للوفاة في بعض الحالات. فعشان شي كان يعني حتى في القرآن الكريم لما الآية تقول يعني: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، صدق الله العظيم. فشوف هذه معناها. اليوم نحن دخلنا شوية في موضوع يمكن يكون سلوكي إرشادي اجتماعي، ولكنه يرتبط بالصحة بشكل كبير. فهذه مسألة جدا مهمة، لأن تسحب على وايد أشياء. وقف عن أي حوار أو جدال عقيم، عرفت إنه ما بتوصل فيه لهذا، ممكن يوصل، ممكن ينرفزك. يعني زي إذا أنت إنسان عصبي، وقف عن الجدال هذا، لا تتكلم فيه. الريال وحرمته، الأخو وأخته، الأبو وعياله، زين. فأحيانا ان الواحد يترك الكلام ويلتزم الصمت وايد زين.
وتعوذ من الشيطان. الغضب يعني من مداخل الشيطان دائما. نطلع فاصل عشان ما يغضب علينا عيسى ونرجع. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. حينما نذهب إلى فقرتنا التغذوية معنا عبر الهاتف أختنا عبير عبد الله أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ عبير. صباح النور، كيف حالك؟ يا هلا. اليوم بنتكلم عن فوائد عسل المانوكا، صح؟ صح. انزين، هذا له علاقة بزهرة المانوكا؟ ايوه، هو من زهرة المانوكا، يعني بيكون خصوصي بس طالع من زهرة المانوكا، من نكتار زهرة المانوكا. هي زهرة من نيوزيلند، مش موجود كتير بكثرة العسل، لأنه أصلا فترة وجود الزهرة ما بيكون كتير موجود، يعني أسابيع قليلة بالسنة، فعشان هيك هو بيكون موجود متوفر أو ينتج بكميات قليلة، وكتير في دراسات عنه على فوائده الصحية. طلع كتير قصص عنه، هلأ في أشياء تأكدت، في أشياء لا، في أشياء ناس يعني خبرات شخصية بيجوا بيحكوا عنها، بس هو الأكيد إنه في كتير مميزات، مضاد بكتيريا ومضاد التهابات ومضادات أكسدة. هاي طبعاً بالأصلي، بالعسل الأصلي اللي هو مش هذا المخلوط. موضوع العسل النقلي هذا يعني سبحان الله، يعني أحياناً الواحد صعب ممكن يتعامل مع، والله ممكن يتعامل مع شخص يصير له 15 20 سنة تعامل معه ويورد له عسل على أساس أنه عسل أصلي، لكن خليه ياخذ يودي المختبر يفحصه. هلا هو هذا العسل اللي بيجي من نيوزيلندا، يعني مفحوص من الدوله عليه بشيء اسمه اليو ام اف او يونيك مانوكا فاكتور، هذا بيحدد اذا هو اصلي او لا، فهن بيقولوا لك قد ايه هو اصلي. أوكي. فكل ما كان اعلى بيكون احسن. اقل طيب. شيء لازم خلينا نرجع نتكلم عن هذا العسل بالتحديد بعدين ما ندخل في هذه التفاصيل. فشو هو عسل المانوكا؟ هو مثل ما قلنا بيستخرج يعني من نكتار نبتة المانوكا، فيه كتير خصائص، مضاد بكتيريا، مضاد التهابات، عملوا عليه دراسات كتير على التئام الجروح، بيساعد بنسبة كبيرة انه يحسن التئام الجروح للناس اللي عندها جروح، مش جرح بسيط، يعني جروح مثل جروح حروق او جروح اللي عندهم سكر، وبيخفف الألم. عملوا هلأ هن منه لزقات او لشيء للجروح يحطوها على الجروح، مش طبعا بنجيب العسل وبندهن حالنا فيه، لا. اوكي، فكثير في له حتى استخدامات بتلاقي طبيه يعني، ها؟ هو حتى بتلاقيه بالسوق يعني اغلى من غير انواع عسل، لانه الناس عم يستخدموه اكثر استخدامات طبيه. اوكي، استخدامات طبيه حق شو من امراض يعني؟ قلنا مثلا هو التئام غير الجروح. الجروح هي. غير الجروح، هلا في دراسات كثير عليه على امراض الجهاز الهضمي، على البكتيريا المعده، الاتش بايلوري. هلا في ناس بيقولوا، بس هاي دراسات ما اثبتت هلا، انه عم لوحده عم بيروح البكتيريا، بس الدراسات المثبتة لهلا انه اذا بيتاخد مع المضادات الحيويه اللي بتحارب هاي البكتيريا عم بيخفف حاجه الجسم للمضاد الحيوي، يعني الفتره اللي بناخذها بتكون اقل، عم يشفوا بسرعه من البكتيريا اللي بتسببها للمعدة. وبما أنه بيخفف الالتهابات هو، فاللي عندهم التهابات بالأمعاء بالجهاز الهضمي عم بيساعدهم كتير يخففوا الأعراض اللي ناتج عن هاي الالتهابات. كمان في دراسات تقول عن البشرة، حب الشباب، بس طبعا هذا اللي بده يتناوله مش هيك مرة كل فترة، يعني بده يكون حدا مواظب عليه. أوكي. كمان في دراسات عنه على الأسنان، صحة الفم، فبيقولوا أنه أثبت الدراسة أنه ما بيسبب أي أنواع تسوب أسنان أو الجير اللي بتسبب تأكل الأسنان، مع أنه فيه سكر، بس ما بيؤدي لضرر الأسنان أو الدم، بالعكس بيحارب البكتيريا اللي بتسبب الجير بالأسنان والتهابات اللثة. أوكي، طيب في بعد أشياء ولا؟
لا هو أكثر شيء الجهاز الهضمي، البشرة والجروح. والجروح. انزين، يعني الحين هو عادي، يعني اذا اخذنا يعني كل يوم ناخذ إيه منه ملعقة، ولا شو الموضوع؟ هو كيف ممكن طبعا ناخذه؟ عادي ناخذ كميات منه سيف، ما فيه اي مشاكل، بس اذا حدا عنده سكر طبعا مثل كل انواع العسل بده يكون، يعني بدنا ننتبه على الكميات لانه فيه بالنهايه سكر، سكر مفيد، سكر طبيعي، بس هو سكر. بس لمرضى السكر في يعني محاذير قديش الكميه اللي بياخذوها، وطبعا الاطفال اللي تحت السن دائما ما بنعطيهم عسل. طيب، في لها آثار جانبية غير لمرضى السكر؟ لا لا لا، ما ثبت عليه أي آثار جانبية، بس قصة إنه السكر لمرضى السكر، بس الناس العاديين لا. انزين، يعني الحين أنت ذكرتي عن موضوع العسل هذا، إذا بغينا نعرف الأصلي من غير الأصلي، فأول شيء وين نقدر هلا نحصله؟ هذا كمستحضر طبي ولا عسل يعني؟ موجود في أماكن جمعيات وهيك، وفي حتى بصيدليات كتير متوافر. اوكي، ومثل ما قلت لك اصلي، لانه هو بيجي، اللي بيجي من نيوزيلند عندهم رقابه عاليه عليه، بيكون مكتوب عليه قد ايه نسبه نقائه. ف هذا اليو ام اف بيكون او 5 ل 9 او 10 ل 15 او 16 واكثر. 16 واكثر طبعا اللي هو انقى شيء، بس اقل شيء عشان يكون فيه الفوائد الصحيه اللي او اللي بنقول عنها بده يكون على القليله 10 واكثر. اقل من 10 لا، بيكون مش بسموه مش فعال او مش اكتف. انزين، الحين تنصحينا يعني ناخذه بشكل كبير، يعني هذا الموضوع العسل هذا؟ هلا هو طبعا ما في شيء، هو مش بديل للدواء او شيء، هو مثل علاج مساعد. طبعا بتعرف العسل فيه شفاء للناس فما بيضر، بس مثل ما قلنا دائما مرضى السكري بدهم ينتبهوا، لانه في ناس بتصير بتبالغ وبتاخذ بكميات كبيره. طيب، انا ابغي اتطرق بعد لهذا الموضوع، انه يعني موضوع العسل الواحد لازم ينتبه عليه. اتذكر واحد من الشباب يقول لي عندنا مورد يجيب لنا العسل هذا من احدى الدول، يعني انه عسل طبيعي 100%، صار لنا نتعامل معاه في حدود تقريبا 25 سنة، الوالد يعني يتعامل معاه، فهو اصلا من صاحبنا هذا يعني من دولة خليجية، فيقول لي يعني واحد من يعني كبار الشخصيات يعني عندنا في الدولة، وقال لي ابغي عسل طبيعي بيور وكذا. قال عندي انا واحد يتعامل ويا الوالد صار له هاي الفترة كلها، يقول سبحان الله طلبت الوالد وبعث لي اياه، يا في بالي اني انا بس اوديه مختبر دبي، لما وديته مختبر دبي اكتشفت ان هذا العسل مغشوش، والريال يعاملني على اساس انه عسل طبيعي واصلي 100%. للأسف ايه، للأسف 25 سنة. فموضوع ان الغش في التعامل في المواد الغذائية، فهذه مسألة وايد خطيرة. عموما استاذ عبير، بشكل عام فوائد العسل وأهمية وضعه ضمن النظام الغذائي الخاص بنا. صحيح. هلا هو العسل بشكل عام كله مفيد، بس نحن اليوم عم نحكي عن المانوكا، قلنا هو مضاد التهاب، بيساعد بتهدئة الجهاز الهضمي، ومثل ما قلنا دائما ما بنبالغ، ما بناخذ اشياء بكميات كبيرة خاصة اذا عندنا امراض او اعراض ثانية، وما بنوقف العلاج طبعا، اي شيء بيقول عليه الدكتور العلاج بدنا نضل عم نتابعه. جميل، ويعني الدراسات أثبتت الكثير من ولسه الفوائد يعني في لهذا. يعني لانه كثير بيعملوا عليه دراسات، لسه ما في اشياء لسه بيقولوا ممكن يوصلوا لها، في اشياء يمكن لا، بس المهم دائما انه هو يعني ندخله بالنظام الغذائي بشكل معتدل. جميل، شاكرين لك يا أستاذ عبير عبد الله، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا لك. كنا نتكلم عن فوائد عسل المانوكا، والمانوكا مثل ما ذكرت هي زهرة تنبت في نيوزيلندا، في لها يعني فترة معينة، في النحل هذا يروح يتغذى على رحيق وحبوب لقاح الزهرة هذه، فيسمونه أصلا حتى سوبر فود، يعني الأكل السوبر، قالت عبير أنه يعالج العديد من الأمراض، وسبحان الله
العسل زين يعني، دائما الواحد اذا يحافظ انه ياخذ له. كان منو يتصل فينا دائما ميرا؟ منو؟ عبد الوهاب؟ لا مو بعبد الوهاب، ما اتذكر والله. دائما لا، كان في احد المستمعين، والله نسيت، بندى الله يذكره بالخير، يتذكر عيسى. زين، لا، ابو ندى كان يتكلم يقول عن انه كل يوم كان ياخذ قبشة عسل، وهذا اللي ما الله يشافيه ويعافيه يعني ضرب السكر. فعشان تي نقول نحن انت لا تاخذ بزيادة، يعني الواحد يمكن مو من العسل، يمكن من اشياء ثانية مصاحبة، ولكن العسل يعني مفيد للجسم، مفيد للكثير من الامور. نحن نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طيب، أرقام التواصل معانا 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. يمكن واحد من المراكز النشطة على مدار العام، وأيضا في رمضان، لأن يسخر بالعديد من الفعاليات، قد تكون الفعاليات اليومية، هو مركز سعادة كبار المواطنين. في رمضان ما شاء الله في العديد من الفعاليات التي تقام في هذا المركز. نحن نتوجه إلى التعرف على هذا المركز والفعاليات اللي تقام به خلال شهر رمضان. معانا عبر الهاتف دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة. صباح الله بالخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. يا هلا دكتورة. يعني نحن يمكن في بداية رمضان تحدثنا عن المركز، اليوم نحن وصلنا يعني إلى المنتصف، حابين نذكر بالفعاليات اللي يشهدها مركز سعادة كبار المواطنين خلال شهر رمضان. طبعا مركز سعادة كبار المواطنين مثل ما تكلمنا في بداية رمضان، هذه خامس سنة نسوي فعاليات رمضانية أو ملتقى رمضاني بشكل يومي لكبار المواطنين، بهدف تعزيز التواصل بين المرضى الداخليين المنومين في المركز والمراجعين الخارجيين. وفي نفس الوقت نعطي فرصة للجهات الحكومية أو الاتحادية أو المحلية أو حتى القطاع الخاص والمجموعات التطوعية أو حتى الأفراد أنهم يجون يزورون كبار المواطنين في هذا الشهر. طبعا المركز كان يقدم ولا زال العديد من الفعاليات، من أهمها المحاضرات الدينية اللي سويناها بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مشكورين ما قصروا بتوفير محاضر من 1 رمضان إلى 20 رمضان، يعني يوم السبت بتكون آخر محاضرة، على أساس أنهم في العشر الأواخر يكونوا مشغولين. فالمحاضرات الدينية بشكل يومي تتنوع طبعا مواضيعها، وفي لستة طرشوها مشكورين من بداية رمضان باسم المحاضر واسم المحاضرة. في محاضرات طبية قدمناها في هذا الشهر الفضيل، في محاضرات توعوية عن طريق إدارة التغذية العلاجية ما قصروا، البارحة كانت آخر محاضرة لهم وكان في تفاعل، حتى يخبروني أن كبار المواطنين وايد استفادوا من المعلومات اللي انعطت لهم في هذا في هذا الشهر، وصاروا يعني حتى كانوا مسوي لهم مثل أسسمنت أو تقييم، فيقولوا لي أن إجاباتهم الحمد لله كانت ممتازة. كان في طبعا العديد من المحاضرات التوعوية، مثلا عن ارتفاع ضغط الدم، الأكل الصحي في رمضان، وفي طبعا التواصل الاجتماعي اللي احنا نعتبره الأساس، والعديد من زيارات الجهات والمؤسسات المختلفة. جميل. طيب، هذه معظم الشركاء الاستراتيجيين الموجودين معاكم، ولا في بعد شراكات أخرى لا لهذه في الفعاليات؟ طبعا في في طبعا احنا مركزنا دائما، انا اقول مركزنا هو محط انظار العديد من الجهات، سواء كانت اتحاديه او محليه او حتى قطاع خاص، لان احنا نوفر لهم بيئه لاداء الخدمه المجتمعيه او CSR او حتى الاعمال التطوعيه.
حتى أنا كان في زيارة من معالي وزيرة تنمية المجتمع معالي حسب حميد، نوجه لها تحية بصراحة ما قصرت. جت فترة مع شوابنا، كانت زيارة جدا منظمة من وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي. في زيارة من جمارك دبي، في زيارة من شرطة دبي، كان سحور خارجي من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة الصحة بإدارة الـ HR أو الموارد البشرية راح يفطرون معانا يوم الأحد إن شاء الله. في العديد من الجهات الخاصة مثل جنرال موتورز، بالمود، وفي مجموعات تطوعية. فدائما احنا الفكرة احنا يعني احنا نرحب بأي جهة حابة انها تزور كبار المواطنين، حتى مرات يعني لما يأثر هذا الشيء علينا وعلى عدد ستافنا نحاول نحن نوفر الستاف لاستقبال الزوار. وفي طبعا بعد على الأسبوع الجاي في زيارة من قبل الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد، عزمتهم على الفطور في نادي زعبيل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب أنا يعني أتفهم أن العديد من الجهات تسعى لزيارة كبار المواطنين، لأن يعني كبار المواطنين يعني في لهم خير مكانة خاتم. كبيرة في قلوب كل يعني القاطنين على هذه الأرض الطيبة، مو بس المواطنين، الكل. كبير السن دائما له مكانته يعني الغالية على قلبنا. ولكن هذه الفعاليات اللي قاعدة والأنشطة اللي قاعدة تصير الحين مع يعني داخل المركز، أنا اللي يجي في بالي، هل لها دكتور يعني تحقق مثل تأثير إيجابي على كبار المواطنين اللي تابعين للمركز؟ هل تسوي لهم دعم نفسي معين، أو أنهم يستانسون، أو تحسون أنه ممكن تفيدهم في مراحل العلاج الخاصة فيهم؟ طبعا محمود، انت تخيل لو ما عندنا هالفعاليات شو كان راح يكون الوضع؟ يكون الوضع ان المراجعين الخارجيين ما يجون فترة الصبح لانهم صايمين، وخلاص من بعد الفطور هم في بيوتهم مع اهلهم. والمرضى الداخليين طبعا اللي هم اصلا عددهم قليل بتلقاهم يشعرون بالوحدة من بعد الدوام، بعد ما ينتهي دوامنا على الساعة 2 خلاص احنا بنكون روحنا وهم بيتمون بروحهم. يعني انا ما اتخيل شعورهم بالعزله وبالحزن انهم بروحهم. احنا هني عن طريق الفعاليات هذه قاعد ندمج، قاعد نفتح الباب فتره بعد التراويح نقول لهم حياكم الله احنا موجودين، حتى لو كان هذا يعتبر دوام اضافي بالنسبه لنا. بالعكس انا عندي العديد من الموظفين اللي يداومون الصبح يرجعون مره ثانيه يحضرون الفعاليات اللي هي في المساء. فكبار المواطنين شعورهم ان هذا المركز بيتهم، انا دائما اقول هذا الشيء، بيتهم ما راح ينقطعون عن بيتهم لمدة شهر كامل. هذا بالنسبة لهم. أنا دائما أشوف يعني الناس، أتكلم عن المراجعين الخارجيين، مجرد ما أنهم يعني يلتزمون معنا في برنامج، حتى لو كان برنامج اجتماعي برنامج علاج طبيعي، هذا دائما يعني تأثيره إيجابي من ناحية التركيز، من ناحية يعني الشخص الكبير. أنا يمكن ذكرت قبل فترة من أهم علاجات الزهايمر أو الأمور اللي تمنع الزهايمر ان الشخص يكون عنده روتين في حياته. يعني مو بانه مثلا يوم يرقد لين الظهر ويوم ثاني ينشي الصبح. لما يكون عنده روتين ويحافظ على هذا الروتين وعارف ان عنده مركز مكان يصير له بشكل يومي، في شغلات معينة يسويها بشكل يومي، هذا الروتين بحد ذاته يعتبر علاج. فاحنا قلنا مستحيل نقطع عنهم بيتهم لمدة شهر، بيكون الموضوع جدا له تأثير سلبي. فالمركز مفتوح لأن بيتهم، لأن إحنا نشوف يعني علاقتهم بالمركز مو علاقة كاستمر مع أي مركز تقديم خدمة. هذا المركز يعتبر فعلا بيتهم، وإحنا كل الموظفين يعتبرون أبنائهم. طيب فأكيد التأثير يعني على الاستقرار النفسي أكيد مهم، لأن وهذا الشيء تشوفه على ضيوفهم. يعني تلقاهم كلهم راضين. يعني الشخص الكبير شو يبغي غير إنه مثلا كلمة طيبة، ناس يجون يزورونه من برا يقدرونه، يحس بأهميته، يحس بأنه فعلا شخص وايد مهم، يعطونه هدية يفرح فيها. هالأمور اللي قاعد تتوي عندنا في رمضان، وهذا الشيء يمكن اللي ساعدنا إن نسبة رضا وسعادة متعاملين عندنا دائما يعني عالية بفضل الله، الحمد لله.
جميل. نحن يعني دكتورة، يعني هنالك الكثير من القوانين والكثير من الأمور اللي تم اعتمادها على مستوى عالي في حكومة دولة الإمارات لرعاية كبار المواطنين لضمان بحثاً حقوقهم مناقشة القانون. الصحية، العلاجية، التأهيلية، الخدماتية أيضا. فكل هذه تعكس يعني اهتمام الدولة بهذه نعم الشريحة المجتمعية المهمة. نعم الآن رغم أن هذه الشريحة لغاية الحين احنا نقول المواطنين نسبتهم 7% من مجموع السكان، لكن لما تقارن دولة الإمارات بدول مثلا مثل إيطاليا، مثل دول الإسكندنافية، فيها تقريبا يعني وصلوا ربع المجتمع مسنين، صحيح، وهناك ينظروا لهم أنهم فئة مستنزفة للموارد، هي الفئة اللي ما تشتغل، هي الفئة اللي تحصل التقاعد، تحصل البنشن. يقارنون هذه الفئة بالفئة العاملة، فينظرون لكبار السن أنهم أزمة. إحنا بالعكس يعني الحمد لله، رغم أن النسبة عندنا صغيرة، لكن في اهتمام من الحكومة، بدليل البارحة كانت يعني تمت مناقشة القانون الاتحادي لكبار المواطنين، وإن شاء الله اللي راح يصدر قريبا. هذا كله يدل على الاهتمام، صحيح، اهتمام الدولة بكبار المواطنين، وإحنا ما قاعد ننظر لهم أنهم فئة راح تتعبنا اقتصاديا. بالعكس، فكرة أنك تدمجهم في المجتمع وتستفيد منهم هذا بحد ذاته يعني حل ذكي، أنك later on أو على المدى الطويل ما تحس أنهم عبء. لما تجيبهم مركز صحي وتخليهم يسوون وتسوي لهم وقاية وتسوي لهم كشف مبكر عن الأمراض، أنت بهالطريقة قاعد تقلل الكوست، تقلل تكلفة علاجهم في المراحل المتأخرة. فبالعكس يعني دولتنا الحمد لله مش مقصرة في كبار المواطنين، واحنا بانتظار هذا القانون اصلا انه يطلع، لانه بعد راح يحميهم، راح يحط يعني اطار قانوني للتعامل، مع كبار. راح يحميهم، يمنع الاساءة ويمنع الابيوز هو ويمنع الحمد لله الاغلاط. يعني دكتورة، في العديد من الأشياء اللي توفرها، يعني حتى القوانين هي مجرد يعني أطر تنحط فيها الصياغة، ولكن الحمد لله نحن يعني كبار المواطنين يحظون على أهمية كبيرة على المستوى أكيد الحكومي أكيد والمجتمعي. فمثل ما ذكرت أنت، نحن في بلد يعني للمواطنين من كبار السن يعني لهم وزنهم في أكيد المجتمع، عشان شي حتى تغيير المسمى من كبار السن إلى أكيد كبار تغيير المواطنين، مسمى هذا روحه أصلا فكرة عبقرية بصراحة. يعكس أن السعادة اللي يحظون بها هذه الفئة. دكتورة، يعني سوري، تغيير المسمى صار حتى الناس اللي مثلا سابقا احنا يمكن من تعاملنا معاهم لما كنا نقول فوق الستين نعتبرهم كبار السن كانوا يضايجون، الحين صار الموضوع لا، الكل يبغي ياخذ هذا المسمى، العمر، بعض المواطنين مسمى ايجابي. يقول لي يعني أحد الأصدقاء، يقول لي العمر مجرد رقم دكتورة. صح بالضبط، انزين، فعشان كلامك تي أنا صح. بسألك الحين، يعني الواحد كيف ممكن يستعد حق مرحلة الشيخوخة؟ اوكي، سألتني هالسؤال قبل أي جاوبتك، الوقاية أنا أنا الوقاية أنا ليش أسألك هذا السؤال دكتورة؟ عشان اللي ما سمعنا انزين يستفيد مرة ثانية. كيف ممكن أنا أهيئ نفسي حق مرحلة الشيخوخة؟ ومتى هي اوكي، مرحلة الشيخوخة الشيخوخة يعني؟ النشطة او الشيخوخة الإيجابية أهم شغلة أنه ممكن توصل الشخص لها، مثل ما أنت قلت العمر مجرد رقم، ما ننظر للعمر، ننظر لموضوع الوقاية. الوقاية عن طريق شو؟ أسلوب الحياة الصحي، نمط الحياة الصحي، الاحتفاظ بالوزن المناسب، وأهم شغلة طبيا أثبتت فعاليتها في تأخير الزهايمر وفي أن الشخص يكون يعني محتفظ بشبابه، هو موضوع الرياضة. والرياضة اللي هي رياضة 3 مرات في الأسبوع، أي نوع من أنواع الرياضة، ايروبيك، ويت ليفتنج، مشي، أي سباحة، المهم رياضة منتظمة 3 مرات في الأسبوع لمدة نص ساعة كل مرة. هذه الرياضة من أهم الأمور، والرياضة أكوردنجلي يعني راح تخلي الشخص يحافظ على وزن مناسب. ذكرت لك، قلت لك الوزن المناسب وايد مهم، لأن إحنا ما تشد شفنا واحد من المعمرين كان عند يعاني من السمنة، كل المعمرين تلقاهم أضعاف. لاحظوا في بعض الدراسات اللي سووها على الحيوانات، لاحظوا أن تقليل السعرات الحرارية اللي ياخذها الإنسان تساعد على إطالة العمر. يمكن هذا الشيء حتى إحنا نلاحظه في الصيام، فترة الصيام تعطي الجسم فرصة أنه هو يتخلص من كل البروتينات الضارة اللي في الجسم، ممكن يتخلص من الخلايا السرطانية،
المخ خلال الصيام وخلال النوم يتخلص من البروتينات الضارة اللي ممكن تسبب زهايمر وخرف وأنواع أخرى من الاعتلالات الصحية. فالراحة، النوم الكافي، الرياضة، وأهم شغلة التواصل الاجتماعي، مو بتواصل السوشيال ميديا، الأكتوال، الريل، التواصل الاجتماعي أيه. الحقيقي، إن الشخص يكون عنده فعلا عنده روتين في حياته، عنده ناس يزورهم، ناس يتكلم معاهم، انت الهوايات. هني هني دكتور، انا ابغي اتطرق لمساله ان شو النصائح اللي ممكن توجهينها اللي حوالين كبير السن، يعني ذوي الفئه هذه، شو تبغين تقولي لهم؟ احتواء كبار السن وايد مهم. انا من خلال تعاملي وياهم انا اقول لك كبير السن يبغي كلمة طيبة فقط. يعني الناس للاسف في شوية، يعني بعض الاهالي انا الاحظ انه تلقاهم موفرين كل شيء للشخص الكبير، ممرض، ممرضة، غرفة خاصة، اموره كلها طيبة، ياخذ ادويته وياكل بشكل زين، لكن ما في كوميونيكيشن، ما في تواصل. والشخص الكبير يحب الاحتواء، يحب يعني الناس يحسسونه انه هو دوره الاجتماعي ما انتهى، لان احنا دائما مرات نقول يعني فتره التقدم بالعمر او فتره الشيخوخه هي مرحله فقد. الشخص يبتدي يفقد دوره الاجتماعي بالمقام الاول، قبل كان هو الكبير، هو رب الاسره وكان الكل يعتمد عليه. لما يلقى عياله كلهم اشتغلوا وكل واحد عنده شوره بايده ومش محتاجينه مثل قبل، هذا الشيء يخليه يحس بيه انه يحس بالاكتئاب، لانه صار دوره الاجتماعي مش موجود. فاهم شيء احتواء كبار المواطنين، انك تاخذ رايهم في كل شيء، تحسسهم فعلا انهم لا زالوا هم الاساس. والشخص يحسسهم بالحب والاحتواء. مرضى الزهايمر رغم صعوبة التعامل وياهم الا ان لما تعاملهم بحب تلقى الامور الصعبة هاي كلها راح تتحسن. هذا كله من تجارب شخصية، احنا تعاملنا مع كبار المواطنين علمنا وايد. ففعلا هي موضوع الكلمة الطيبة، نعم. تلقى يعني مرات المسن معصب وحالته حالة، بس تعال قول له كلمة طيبة، امدحه، عطى الشانس أو الفرصة أنه هو يتكلم عن نفسه ويتكلم عن إنجازاته السابقة، هذا شيء وايد يحبونه. صحيح، أنت ففي سمعتي موضوع الدراسة اللي تكلمنا فيها أول الحلقة دكتورة؟ لا ما سمعتها هي عن تقول الغضب خطر على حياة المسنين بعد الثمانين، وذكروا فيها أن وايد أمور، يعني المفروض أن الواحد ما يعصب فيهم، يعني لأن مرتبطة بمستويات أعلى من احنا سمعنا التهابات اسمك أمراض على مزمنة. السعادة، عشان كذا مركزنا تغير وصار اسمه مركز سعادة كبار المواطنين. صحيح، بالنسبة لنا أنا دائما أقول للموظفين احنا في هذا المركز نكسب أو نحصل على الأجر قبل الراتب، لكن كيف أو يعني حطوا هذا الموضوع في بالكم، أنتوا أي شغلة تسوونها لكبار المواطنين ترى فيها أجر من رب العالمين. صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى ما يرد دعوة الشيبة، هذا بروحه كم يسوى. فيعني يخلي الموظف يحتسب النية. حتى هذا السؤال يمكن أنا سألت لواحد من المشايخ اللي أعطانا محاضرة، كنت أقول له كيف نتم نذكر نفسنا إن إحنا نحتسب النية؟ قال وأنتوا داخلين الدوام قولوا يعني اللهم احتسب هذا اليوم كله وشغلي كله مع كبار المواطنين بنية الأجر. إن شاء الله تعالى فهذا والله الشيء بحد يتقبل. ذاته يعطيك طاقة إيجابية إنك صحيح، تبتدي تشتغل وتبتدي تتحمل يعني طلباتهم وتتحمل الأمور كلها اللي تواجهك مع كبار المواطنين بحب، وتلقى نفسك للحين عندك طاقة. طيب دكتورة، الأنشطة اللي تخططون لها خلال يعني فترة العيد إن شاء الله، بما أنكم أنتم شغالين في رمضان؟ طبعا العيد عندنا احنا مرضى مقيمين في المركز، كعادة هيئة الصحة من قبل رمضان نبتدي نطلب ميزانية خاصة لتوفير كسوة العيد واحتياجات العيد، كل الشغلات اللي يحتاجونها كأنهم جالسين في بيوتهم، دهن العود، البخور، إن شاء إطالة الله. صحيح، العيد، الملابس العيدية مرات نوفرها سواء احنا او حتى جهات خارجية. ويوم العيد نحرص على ان كل شخص يكون، يعني طبعا احنا المقيمين في المركز ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى، لكن تلقى أقاربهم من الدرجة الثانية وأهاليهم من بعيد يزورونهم. فهالسنة حرصنا أنه يكون ما يكون بس غدا، يعني كل واحد أكله في غرفته. هالسنة إن شاء الله راح يكون في بوفيه مفتوح لكبار المواطنين لاستقبال أهاليهم، كأنهم اللي عازمين أهاليهم على الغدا في العيد. جميل. طيب يعطيكم ألف عافية دكتورة، كلمة أخيرة تبغين توجهينها قبل ما نختم معاك؟
طبعا أشكر معالي حميد القطامي على اهتمامه بفئة كبار المواطنين. هذا الكلام هو طبعا دائما يحرص على إنشاء الملتقى الرمضاني من قبل رمضان، يوصينا ديروا بالكم على كبار المواطنين، وفعلا هم كبار المواطنين بركة لأي شخص يتعامل وياهم. شكرا لك دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين، كانت تحدثنا عن فعاليات المركز خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا تطرقنا للعديد من المواضيع ومنها حتى استعداداتهم للعيد. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا. طيب مستمعينا، يعني وصلنا تقريبا لختام حلقتنا اليوم، بس نذكر أن إن شاء الله يعني الواحد قد ما يقدر يستغل شهر رمضان المبارك في الاستثمار في صحته، لأن هنالك هذا الكثير من الفوائد الصحية لهذا الشهر. لا تقلبونه شهر غير صحي بالنسبة لكم، اللي يطلع من خلال شهر رمضان بوزن زايد أو بأمراض معينة، المفروض أن الصيام يعني يأهله أن يتخلص منها، أو عادات غير صحية، أنصحكم تماما أن لا تفوتون هاي الفرصة. باجي تقريبا أسبوعين عندنا حق رمضان، زين خلال هذه الأسبوعين حاول قدر الإمكان، اللي فات مات خلاص مو مشكلة، يعني ما شاء الله رمضان يعني بغمضة عين ممكن يخلص. فعشان شي نقول لكم خلاص مو مشكلة، بعد في فترة الواحد ممكن يستغلها بشكل أفضل لاستثمار هذا الشهر بشكل صحي، لأن بأمانة لا تخسر هذا الشهر في السنة، على الأقل مثل ما يقولون الدكاترة دائما هو عبارة عن ديتوكس للروح، ديتوكس للنفس، ديتوكس للجسد كذلك. ف يعني هذه نصيحة من محب، حاول تستغل هذا الشهر بأفضل استغلال صحي. شكرا لتميرة الغفلي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر للزميل حسن البلاون على الإعداد، أيضا أخونا الغالي عيسى سبيل في الإخراج. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلوي، نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. عيش رمضان. عيش رمضان لحظة بلحظة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.